يا مساء الفل على حضراتكم، انا عمر اسماعيل واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل وصفتين لزاز قوي. هنعمل مع بعض وصفه كده بالبوف بيستري وحاجه شبيهه بالكفته العرايس، فهنعمل كده بومبوني كده بالكفته العرايس، حاجه شكلها لذيذ قوي في العزومات كمان. وبعد كده هنعمل افوكادو وكاجو ميلك شيك، ودي برده حاجه جديده ما عملناهاش قبل كده. خليني اقول لكم بسرعه ايه المكونات اللي عندي في البوف بيستري اللي هنعملها بالكفته دي. عندي لبن، لحمة مفرومة، طماطم أنا مقطعها صغير قوي، عندي بصل مفروم، بقدونس وكزبرة متقطعين صغير فريش، عندي توم مفروم، عندي قرن فلفل حراق متقطع صغير قوي، وعندي كزبرة ناشفة، وعندي كمون، وطبعا عندي في الآخر الباف بيستري الجاهزة. احنا هنشتغل النهاردة بالمكعبات الجاهزة، لو ما عندناش هنفرد عجينة باف بيستري كبيرة وهنقطعها لمكعبات حوالي نفس الشكل كده. طيب أول حاجة خلينا نخلط الميكس بتاعنا، فاحنا هنحط كل الحاجات دي الأول ما عدا اللبن، وهنبتدي بعد كده نحط اللبن واحدة واحدة. هنحط اللحمة المفرومة، طماطم، البصل، انا بحط كل حاجه اهو ني في ني لان ده هيخش بعد كده هيستوي في الفرن وهيتعمل كور صغيره قوي فمش هياخد وقت خالص وهو بيستوي. طيب هنحط بعد كده الثوم المفروم، الفلفل الحامي، الكزبره الناشفه، واخيرا الكمون، واخر حاجه خالص هنحط شويه من الكزبره الفريش وشويه من البقدونس الفريش، واخر حاجه هنتبلها طبعا التتبيله البيزك او الاساسيه اللي هي هنحط فلفل اسود وهنحط شويه ملح. استعنى على الشقه بالله، هبتدي اتاكد ان كل حاجه تتخلط مع بعض كويس قبل ما ابتدي واحده واحده كده احط اللبن، لان انا مش عايز الخليط برده يكون يعني عايزه ماسك نفسه برده الى حد ما اقدر ان انا اشكله. هبتدي اهو اخلط كل حاجه، ممكن ازود دلوقتي شوية لبن، بزود شوية صغيرين كل مرة عشان ما الاقيش فجأة ان هي سابت مني قوي الخليط، بحيث ان انا اقدر بعد كده ابقى اهو بعمل الكور بتاعتي بالشكل ده. خليني هجيب لنا طبق نعمل فيه الكور بتاعتنا. نعملها اهو بالشكل ده، تتشكل معايا اهو بسهوله جدا، ما اكبسهاش برده قوي عشان تستوي بسرعه. احنا عشان شغالين النهارده بالالواح الجاهزه فليها مقاس كده، يعني ظبطنا على ان تبقى الكره بالشكل ده. لو حضرتك او حضرتك اللي بتقطع من لوح الباف بيستري الكبير بتقدر انت ساعتها تتحكم قوي في الحجم بتاع المكعب اللي انت شغال بيه او المربع انا اسف اللي انت شغال بيه من الباف بيستري، فبالتالي هتقدر تصغر او تكبر الكور دي زي ما انت عايز. خلينا نشتغل بالشويه دول الاول. انا هجيب سكينه اهي صغيره اسهل، وهبتدي اخد معاكم واحده واحده اهو. ده المربع الجاهز اوريدي من الباف بيستري زي ما قلت لكم. انا خلاص مش هحتاج لبن، انا خلصت
الخلطة بتاعتي. وريكم بقى احنا بنقطع او بنعمل الحركة كلها في الشوية اللي جايين دول. انا بعمل اهو اكني هعمل مربع، باجي ما بوصلهاش، بعمل واحدة تانية اهي، هوصل دي بدي، نفس الحكاية. بس انا مش عايز هنا تبقى الخطوط لمسة بعض، بمعنى ان انا هاجي هنا الناحية التانية المواجهة ليها بالظبط وهعمل كده، لكن هقف قبل ما اوصل اهو للخط التاني وهعمل نفس الحاجة بالعرض كده. فانا هبتدي من هنا واقف قبل ما اوصل للحتة التانية، فيبقى عندي زي مربع كده موصول من اتنين من الاركان ومش موصول من حتة تانية. وببتدي اهو بفلته بالشكل ده والناحية التانية اهي، وبعد كده اهو بشدها بالشكل ده تنزل على بعض وتعمل لي اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل كده. طيب الخطوة اللي فاضلة بقى كرة الكفتة بتاعتي اللي انا عملتها، احطها هنا اهو، ثم هنقل دي للصاجة اهو. خليني اعمل مع حضراتكم واحدة تانية زي ما عملنا، ناخد خط اهو ننزل منه بواحد تاني، وهنا هبعد شوية وهعمل اهو خط وهقف هنا قبل ما اوصل للحتة دي، وهبتدي زي ما عملنا بالظبط ان انا همسك الطرفين، واول واحد بينزل اهو على المربع على الركن، والتاني بينزل الناحية التانية، وبالشكل ده اهو. والكرة اللي انا عاملها وننقل دي على طول الى الصاجة. خليني هكمل دول، هنطلع فاصل بسرعة على ما نكملهم وندخلهم الفرن واوريكم شكلهم بعد ما طلع بقى عامل ازاي، وبعد كده نبتدي المشروب بتاعنا. ما تروحوش في حد. ورجعنا لكم مرة تانية. انا طلعت خلاص البوف بيستري اللي كانت بالكفتة اللي عملناها، عايز اوريكم شكلها في الاخر طالع عامل ازاي. كريسبي، لذيذة جدا، مختلفة قوي، نقدر نقدمها في العزومات، وزي ما انتم شفتوا ما بتاخدش اي مجهود خالص وان احنا نعملها ولا حتى وقت. احنا بس بنديها طبعا دهان بالبيض المضروب قبل ما ندخلها الفرن، وبنسويها لحد على حسب الكورة احنا عاملينها قد ايه، فبنسويها لحد ما يتحول لونها كده والاقي ان الكفتة او اللحمة المفرومة، عجين اللحمة المفرومة بتاعي استوى. خليني اوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه في المشروب. احنا النهارده هنعمل افوكادو ميلك شيك بالكاجو. فخليني اقول لكم المكونات اللي معانا النهارده. انا معايا لبن، معايا ايس كريم فانيليا، عندي عسل، عندي شويه افوكادو متقطع، واخيرا عندي الكاجو. طيب هنبتدي الاول بالكاجو، خلينا هنحطه تحت فوقيه الأفوكادو والعسل. هضيف عليهم اللبن عشان اديهم ضربة كده قبل ما نحط الايس كريم في الاخر. انا كده خلصت ضرب في الخليط واديته شويه وقت عشان اتاكد ان الكاجو كمان كله اتضرب. اخر حاجه هنحطها هتبقى ايس كريم الفانيليا.
نديله اخر ضربه كده، نبقى خلصنا الافوكادو ميلك شيك. خلينا بس هنصبه في الكاسات بتاعتنا. وبكده نبقى عملنا الافوكادو ميلك شيك بالكاجو بتاعنا مع الباف بوكيتس او الباف بيستري بالكفته. ارجو ان الحلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. خشوا على صفحتنا على فيسبوك، على انستجرام سي بي سي سفره، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بتشوفوها ولسه كمان عايزين تشوفوا ايه. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.